الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تنتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته
وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا القانعا وفي جميع أحوالي متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من استجت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظما فيما عندك رغبته. اللهم عظما سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وضغر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء عقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل
لست أهلا له نشرتا. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وانفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري
غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعتين من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من سدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعدما انطوى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها
وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكث يسير بقاء، قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك والتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل العقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما بالله أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وابني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ بعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمالي؟
العارفين جميعا يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبدي مسلمين سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤملين لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زمانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه من غام فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظل بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا
وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تغب لي في هذه الليلة وفي هذه ساعة جميعا. كل جرم أجرمته وكل ذنب كل جرم وكل ذنب وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتي الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب جميعا يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب قلوبكم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك محمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه محولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وغب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المستاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقني عثرتي واغفر زلتي
فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت جميعا. فإليك يا ربي فبعزتك استجب لي وبلغني ولا تقطع من فضلك واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه وذكره وطاعته ارحم من رأسمالهم وسلاحه يا سابغا يا دافعا لقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أغلو وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيراً.